عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيره التنميه المحليه ومحافظ جنوب سيناء لاستعراض المحاور المختلفه لاستراتيجيه التنميه الشامله لمحافظه جنوب سيناء ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله وتكثيف العمل على تعزيز الاداء التنموي والسياحي لمحافظه جنوب سيناء عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتوره منال عوض وزيره التنميه المحليه واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية وفي ذلك السياق شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لسيما في ضوء اسمها المتميز عالميا وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبورديس والطور بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آلية جديده لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظه خاصه على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئه واعطاء هذا الامر اولويه مشددا كذلك على ضروره ان تتضمن عمليه التنميه بالمحافظه رفع كفاءه وتطوير القطاعات الحيويه التي تمس حياه المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدمه لهم في مختلف المجالات